بادرنا بحملة أو عملية تضامنية وطنية، من خلالها قمنا بإنجاز عدد هائل من الكمامات، كانت توزع على جميع المصالح التي هي بحاجة إلى هذا المنتوج، حماية مدنية، درك وطني، مصالح الأمنية بشتى أنواعها، أيضا قطاع الصحة وكل المديريات الولائية التي يعني عبرت عن احتياجها. ارتأت مديرية التكوين المهني إلى توزيع أكثر من 2000 كمامة على المواطنين، خاصة في أماكن التسوق وين كان هناك اكتظاظ، مع عملية التحسيس اللي تقوم بها المصالح تاعنا من خلال التوعية والتحسيس، كذلك التطرق وتأمين كل المواقع والمرافق.